نروح بقى الخبر تاني مهم هو كمان ومفرح جدا عن لاعبي النادي الاهلي. اسراء عويس لاعبه العاب القوه بالنادي الاهلي تمكنت من تحقيق رقم قياسي مصري جديد في مسابقه الوثب الطويل خلال فعاليات بطوله الجمهوريه الدرجه الاولى المقامه حاليا على ملاعب المركز الاولمبي بالمعادي واللي هتستمر حتى 11 من ابريل الجاري. وخلال هذه البطوله نجحت اسراء عويس في تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسمها هي شخصيا في الوثب الطويل وهو 6 متر و44 سنتي. سجلت رقم جديد بلغ 6 متر و48 سنتي بالسنتي. طبعا السنتي هنا بيفرق. وخليني اقول لحضراتكم برضو اسراء عويس هي احد العناصر المميزه جدا في فريق العاب القوى بالنادي الاهلي، وسبق ليها الحصول على عده ميداليات خلال مشاركتها في البطولات العربيه وكمان دوره الالعاب الافريقيه للشباب، واكيد في اشادات باللاعبه كانت كثيره جدا. خليني اقرا لحضراتكم واقول لكم عن بعضهم. يعني ياسر داوود مدير جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي اشاد بتالق اسراء عويس خلال الفتره الماضيه وقال الرقم القياسي الجديد اللي حققته كان ثمرة اجتهادها وخضوعها لبرامج تدريبية مكثفة. إسراء بتسعى لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات خلال المرحلة المقبلة، وهي لاعبة مميزة ولديها حماس كبير وبتسعى دائما لإثبات ذاتها من خلال تحقيق المزيد من الأرقام القياسية. احنا